سيد. اهلا مؤاخذه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سيد؟ امال خالد فين؟ موجوده يا فندم تحت امرك. اتفضل. شكرا. ورشه الميكانيكا الكبرى خالد عبد الحميد وولده حماده. اهلا 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 اهلا. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ اهلا. ايه حماده ده؟ انت بقيت كمان مهندس ميكانيكا ولا ايه؟ هات بوس حليب. بوس عم. الله يحفظك. الله. حلو خالص. بتساعد بابا بقى؟ اه ده مجنني. ايه الاخبار؟ الحمد لله العربيه تمام تمام. مش راضي يخلي حد يمد ايده عليها غيره يا دكتور. شاكر قوي. هو معقول لحضرتك تخلي دكتور تاني يشوفك على الايام بتاعتك؟ لا طبعا. عشان كده سميناه دكتور خالد. ما هو المفروض كان يبقى دكتور خالد بس هو بقى حب الحكايه دي. ما تنساش حضرتك ان انا قعدت 8 اشهر كاملين في كليه الطب. انا فاكر يعني لما كنت بتذاكر مع ليلى. لا لو فضلت في كليه الطب كان زماني بقى الناس بتاع 14 في بطن مره. كانت بقت كارثه. قول لي بقى. حاضر. الحساب بتاع المعرض. حساب ايه؟ حساب التصنيف. عيب يا دكتور ده انت خيرك عليا. يلا بابا. ايه يا حماده مستعجل على ايه؟ وراك ايه يا حبيبي؟ زفريت من الصبح يا دكتور لابس المايوه تحت البنطلون وحاطه في الطقم في السناره وزماني من دلوقتي وضبط الشنط. اصل احنا هنخطط لنا يومين كده في اسكندريه. عادي عادي. حضرتك مش عايز حاجه من اسكندريه؟ الف سلامه يا حبيبي. وزي ما انت دلوقتي؟ كويس الحمد لله. وزي ليلى؟ الدكتوره ليلى دلوقتي. ليلى تساعدني في المستشفى كمان. طبعا مش بنت الدكتور احمد حليم. ميرسي يا خالد. ميرسي قوي. اتفضل يا فندم. سلام. سلام فندم. سلام يا حماد. باي باي. باي باي. شوف كده يا دكتور. ده انت يا دكتور يا اخي. ميرسي قوي. ميرسي قوي. سلم. باي باي. باي باي يا حبيبي. الف سلامة. طيب قوي الدكتور احمد ده. الا طيب. هو في حد ساعدني بعد موت ابويا اللي هو؟ سلام. سلم يا سيدي. تحت 26 ارمي. تحت 19 تحت فرج. فرج عم سايق. خد. خلي بالك من الوجه. وانت خلي بالك من حماده. ست هان. ماشي اطلع سي فوق. يا حماده. سلام يا بيه. باي باي. باي باي. باي باي. قولي سلام معاك ومفضل من الخلول كده ها؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ. لو سمحت انتهي لي الدكتورة ليلى. حاضر يا فندم. موجودة يا دكتور. أهلا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. إن شاء الله تكون نمت كويس. طافي ما يعرفش ينام في البيت ده من غيرك ابدا. قولي لي بقى اخبار النوبتشيه ايه؟ مدام عنايات ما قامتش ولا مره زي المرات اللي فاتت. مدام فريده؟ مدام فريده كويسه قوي. انا عملت زي ما حضرتك قلت، قلت لها حبايه واحده بس. فيري جود. وبقيت المرضى على العموم كويسين طبعا. بس هو الاستاذ مصطفى اللي جات له نوبه صرعيه بالليل. عملت ايه؟ اديت له فاليوم في الوريد. فيري جود. انا دلوقتي هروح اشوفه. شايفك قلقانة مالك بابا؟ سامي هيوصل من لندن النهارده كده وهروح استقبله في المطار. انا شايف نستنى يجينا المستشفى. لو حضرتك ما عندكش مانع انا هطلع له المطار. الو. ايوه يا فندم. دكتورة سعاد. دكتور احمد على التليفون. ايوه دكتور احمد. دكتورة سعاد، ليلى عايزه تطلع المطار تقابل الدكتور سامي. من فضلك تطلعي معاه المطار وترجعوا على هنا على المستشفى. حاضر حاضر. تحت امرك. تعال اوبا. خلي بالك خلي بالك. تعال عاوز تسوق؟ ها اوبا. لا لا بلاش يا خالد بلاش. لا خليه يسوق خليه يسوق. اجري اجري. خلي بالك بص قدامك. اجري اجري اجري.
إدارة البعثات قالت إنه جاي النهارده. مامته قالت إنه جاي النهارده. طب ليه ما قاليش؟ ما كتبليش؟ ده ما بعتليش حتى تلغراف. معلش. الغايب حجته معاه. يمكن عايز يعمل لك مفاجأة. تفتكري؟ وديك أنت اللي هتعملي لي. اتفضلي يا فندم. نعم نعم هدي بوس يا حبيبي. هدي بوس يا حبيبي. مدي يا سعاد مدي بقى. يا سلام عليكي، كل اسبوع اروح معاكي مرتين البوسطه ولسه معاكي على محلات البلد. قال يعني المسكين عايش عريان ودلوقتي كمان استقبله معاك. اخسى عليك يا سعاد، هو ده وقته؟ ده انا رجليا مش شايلاني. ها ايه تاني؟ كويس حلو. يلا بقى شعرت يا كمان. قربنا على الملاحات، خلي حماده ينزل بقى. ما تخافيش خليه يكبر ويطلع زي ابوه. مش كده يا باشمهندس؟ بص قدامك، بص قدامك. ايوه تفضل حضرتك استريح، أنا هقعد جنبها. استريح. ما تنام. حضرتك ما نمتش بقالك يومين. ما تنام، ما تنام. حقنة مورفين تاني تصب. حمادة.
حماده. خد اللبن. فلوس. خد اللبن. ازيك دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله مش بطل. بس هو يا ريت تفتكري تاخدي الدواء بتاعك علشان ده هيمنع عنك اي برد. من دلوقتي جسمك مقاومته قليله شويه. على فكره انت كنتي بتحبيه قوي وانت صغيره. تاخديه كده من غير سبب تقعدي تقرقشي فيه. كنا نخليه منك كمان. انا عارفك. انا مش موجود مكانه. ما تخليش حد يخرج. كله يخرج على مكانك. وقف وقف وقف. انا عايز ارجع المستشفى. دكتوره ولا مريضه تاني؟ من فضلك ترجعني مكان جنبك. بفكر اسفرك شويه بره. ايه رايك تيجي معايا مؤتمر جنيف؟ ايه رايك؟ حضرتك علمتني اني ما هربش. خلاص يا دكتور، ومن دلوقتي هتستلمي، بس توعديني بحاجه، ارجوكي ما تضايقيش نفسك. حاضر. ها. حاضر يا احلى فاكهه في الدنيا. ايوه الدكتور موجود. ايوه انا سيد يا دكتور احمد، بكلمك من الورشه. كان الخبر دلوقتي ان خالد اتقبض عليه. انت كده؟ وهو فين دلوقتي؟ طيب انا هتصرف. اعمل معروف يا دكتور، شوف الحكايه دي، اعمل معروف. خالد شاب مريض، انا راح اخده واعالجه عندي في المستشفى الخاص وعلى مسؤوليه. يبقى خلاص، بس لو سمحت يا دكتور احمد. ايوه. تكتب لنا تعهد بالنقد. بكل الظروف. اتفضل. شكرا. يا اسماعيل هات خالد عبد الحميد. أهلا مالك.
عشان اساعدك لازم تساعدني، واضح ولا تحب ترجع للبوليس تاني؟ ها؟ هات ايدك، هات ايدك. دكتور فتحي. ايه؟ يمين تكشف على اعصابه لو سمحت، واعصاب الايد الشمال بالذات، وعاوز كل التقارير والاشعاعات بتاع المستشفى بتاعي. حاضر. شكرا. دكتورة سعاد، الايد وحالة الاعصاب سليمة؟ هو ده الغريب. بالنسبة للشلل وحالة الصوابع انا مش شايف اي سبب عضوي، الايد سليمة. تبقى حالة نفسية؟ في المستشفى ادوله كميات من المورفين علشان يتحمل الألم، وجد فيها وسيلة للهروب، فلما منعوا عنه المورفين هرب فوقع في ايد البوليس. أنا شخصيا جبته هنا على مسؤوليتي. فعلا الإيد سليمة، ده أكيد حالة شلل هستيري. الدكاترة اللي عملوا له العملية بذلوا معايا كل جهدهم، واضح جدا إن حالة خالد من اختصاصك يا دكتور أحمد. شكرا يا دكتور فتحي. أي خدمة يا دكتور أحمد. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. غريبة، إيه اللي وصل خالد للحالة دي؟ غالبا بيعاقب نفسه على الاتنين اللي قتلهم. هو قتل اتنين؟ هو معتقد كده. مش معقول، مين دول؟ إيمان مراته وابنه، وهو بيلوم نفسه إنه ما ماتش معاهم. ياه، قد كده كان بيحبهم؟ في انسان في الزمان ده عنده الاخلاص ده كله؟ حضرتك كنت عارف موضوع الدكتور سامي؟ جواز دكتور مصري من واحدة اجنبية وهو في بعثة سر مش ممكن يستخبى. ده كان كمان بعت لي التلغراف ده. بيطلب فيه نقله من المستشفى بتاعتنا. للدرجاتي كان بيهرب مني؟ وللدرجاتي حضرتك خبيت عليا؟ كان لازم تشوفي الحقيقة بعينيكي واتصدم؟ حضرتك مؤمن بالعلاج بالصدمة؟ أحيانا. حتى لو المريضة دي بنتك؟ خالد في أعماقه إنسان كويس جدا زي ما إحنا عارفين، بس الولد ده كان ممكن الليلة دي يبات في السجن. أقعد يا حد، أقعد. أرجوك إديني فرصة، خليني أثبت لك إني مش ليلى الضعيفة اللي خرجت مرة من المستشفى دي دكتورة ورجعت لك مريضة منهارة. لا لا، أنت عندك الحالات التانية، وخصوصا أنا مسافر. ما دام حضرتك مسافر إديني بقى كل تعليمات العلاج. الدوسي بتاعه هنا فيه كل التقارير، تقارير مستشفى ديمرداش و محاضر البوليس والأدوية اللي خدها والأماكن اللي كان يتردد عليها. أنا هدي الحالة دي للدكتورة سعاد، هي هتهتم بيها وانتي تهتمي ببقية المرضى. امال ايمان فين؟ مش هنا، ايمان مش موجودة هنا. يا راحت فين؟ كانت معايا، معايا في العربية. انت دلوقتي مش في العربية، انت في مستشفى، مستشفى الدكتور احمد حليب. مستشفى إيمان، إيمان، إيمان في الأوضة التانية. ما تحاولش تقول. عايز أشوفها. لازم تستريح، لازم تستريح.
دماغي تقيلة. عايز اخرج. مش هتخرج، مش هتخرج. تمنعني ليه؟ ما بمنعكش. لازم تقعد في المستشفى لغاية ما تبطل حقن وتبطل هروب وترجع انسان كويس زي ما كنت. لا، مش هاخد الدواء، يعني مش هاخد الدواء. ليه بس يا مدام عنايات؟ يعني الدواء هيعمل ايه؟ يرجع حالي. انا اللي كنت بسهر عليها طول الليل عشان اديها الدواء لما تتعب. ايوه، وحبت واتجوزت وهاجرت معاه. بس كان ممكن تحب انسان وتقفي جنبه وتسنديه وتساعديه وتبعتي له كل يوم جواب وتعدي الايام اللي فاضله على رجوعه ما يرجع لكيش. دكتوره ليلى، انت بتعيطي؟ بعد ده كله لما الانسانه دي تعيش وترفض تنهار علشان تقف جنبك لازم تطوعيها. خلاص يا دكتور. نعيم، ازيك دلوقتي؟ فوق؟ إيمان، عايز أشوف إيمان. إيمان، ما تعذبش نفسك، ما تهربش من الحقيقة يا خالد. حمادة ابني، شوفه. سلامتك يا بابا، أول ما نرجع هنعدي عليك على طول. سلامتك يا عمي. اهلا يا عبد الرحيم بيه. انا رايح الشغل وهقعد ليه في البيت؟ حتى نواهي سابتني ومشيت. انا معاك. اخرج. لا، مش ممكن تخرج، انت لسه بتتعالج. اخرج. خالد لازم تعرف انك بتتعالج من ادمان المورفين بعد موت مراتك وابنك. لا، هنا المكان الوحيد اللي ممكن يساعدك. لا خالد، لازم تعرف ان مراتك وابنك ماتوا. لا، ايمان ماتت، ما تضحكش على نفسك. لا، ماتت. لا، لازم تفهم انها ماتت. لا، مش هتخرج. لا، احنا اللي نقول انت اكيشي ملك. اكيشي ملك، ازاي يا غشاش؟ دايما بيغلبني، ويا ريت بيغلبني بشطارته. الا غشاش وكمان بيقول لي كيشي ملك. طيب قوم معايا، تعال. من النهارده بقى ده مكانك الجديد يا استاذ مراد، مكان الغالب. يعني بكده ما يغلبنيش تاني؟ عمرك ما هتتغلب الا اذا انت عايز كده. عبد الستار. سعاد، تعالى اسندها معايا. معلش.
المجرم ده مش هيجيبها البر. على فين؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور انا يا دكتور انا يا دكتور. النجدة؟ ايه ده يا ليلى؟ لازم نبلغ البوليس، انا اللي مسؤولة في المستشفى. معلش يا سعاد استريحي انت بس، سيبيني انا هتصرف. انا اللي مسؤولة قدام الدكتور احمد. لو خالد وقع في ايد البوليس تاني هيتسجن يا سعاد. دكتور احمد كاتب كل الاماكن اللي بيروحها في الدوسيه بتاعه. اهو ادي الدوسيه. ما تتعبيش نفسك، كل الاماكن دي اتشمعت بالشمع الاحمر واللي فيها اتسجن. يعني ايه؟ ظاهر لقى له مكان جديد، يعني بيخطر فوق يقول سيد وسلالم والقلعه. تفتكري حته جنب سلالم القلعه؟ معرفش ازاي، بس ده نوع من الانتحار. انت ما تعرفوش زي، احنا تربينا سوا يا سعاد. خالد انسان طيب، مش لازم نسيبه يموت نفسه. ليلى انت بتتكلمي على خالد اللي جايز عرفتيه زمان، لكن هو دلوقتي انسان تاني. اذا ما موتش نفسه هيموتنا احنا يا ليلى. حقن المورفين ممنوعة. ممنوعة ازاي؟ رشتة دي امال ايه؟ لازم يكون في اورنيك مخدرات. دكتور احمد، احمد حليم مدير المستشفى، هو اللي كاتبها. طب لحظة واحدة، الو، مستشفى الدكتور احمد حليم، دكتور فين؟ طيب انا معايا روشتة فيها مورفين امبول، واللي جايبها لي شخص منظره غريب شوية. الحقيقة انا شاكك في الامر. حاول تكسب وقت، ما تخليهوش يمشي من عندك، احنا هنوصل لك حالا. ثانية واحدة. ايوه العنوان من فضلك. حقن موجودة، لكن قول لي هي علشان مين؟ علشانك انت مش كده؟ ايوه. وده مين اللي هيديها لك؟ انا. لا خطر يا ابني. ارجوك يا دكتور، انا صغير. في الحالة دي انت يلزمك حقن بلاستيك مش كده؟ ايوه. وسبرتو ابيض مش كده برضو؟ ايوه. طب لحظة واحدة. لازم تديني الحقنة، أنا مش فاضي، عاوز أمشي لو سمحت. مش تستنى لما يجي التمرج يديها لك هنا أحسن؟ كلها دقيقتين وزمنه جاي. لحظة من فضلك. اتفضل. طيب طيب دقيقة واحدة أشوف الزبون ده عايز إيه. الحقن بتاعتك هجيبها لك حالا. أيوة أنا عايز أقراص. أقراص؟ اقراص. ما تنظر حولك يا دكتور. اها. الباقي. شكرا يا دكتور. مع السلامة. خالد خالد. محدش شايف. عايزة جاي واحد شاي هنا. سلام. مش فاكرني؟ مش واخد بالي يا ابني. ايوه خدمة. ايه اللي جرالك؟ انت لازمك حقنة فيتامين. اشرب الشاي وبعدين هبعت معاك الواد بنت.
ما تبعتش معايا حد. تعال انت. لازم افتحوليش. ده انت واقع قوي. المهم تعيز. قشطة. شربت. طب ايدك على الفيزيت. المعلوم تبقي تاخدي المعلوم. ابوس ايدك. ما انت عارف ان الشغل نايم ريانتي. انت اللي نايمه على دماغك. بره ما تضيعيش وقتي. وانت مستني هنا ليه؟ مستنيك يا معلم. وريني. بسرعه شويه. خد. يبقى شد حيلك. وما بتسرقش الساعات الفالصه. فاهم؟ وانت عاوز فانتوم؟ عاوز حقنة مورفين. انت بتاع المخصوص. ايوه. وريني معاك ايه؟ ايه دول؟ حقنة واحدة بس. يبقى عدي علينا بكرة. ها؟ وتجيب معاك قدهم تاني. أرجوك. فاهم؟ أرجوك. أنا مستعجل. وكمان مستعجل. لم ملاليمة قول من هنا. لا مؤاخذة يا مدموزيل، بتدور على ايه؟ لو سمحت، هو في سلالم تانية في المنطقة غير دي؟ لا هي دي بس. يكونش قصدك قهوة سلالم؟ هتمشي على طول على ايدك اليمين. أيوة. بس لا مؤاخذة مش قد المقام. متشكرة. براحتك يا جميل. خمسة جنيه بس. بسرعة. خد معرفة المحل على كحالك. مش عاوز. مش عاوز. خد انزل. من فضلك في حد هنا اسمه سلالم؟ سلالم معليتي. وانا يا سلالم. تعال اكلم. يقطع سلالم وسنين سلالم. انا سلالم. ايوه يا خدي. بقول لك ايه؟ مين؟ أنا بعتني سلالم. سلالم؟ أنا جاية من طرف سلالم. كده؟ أمال معلش يعني، كنا فرشنا الأرض رمل. طلبات السيادة. أنا جاية مع خالد. لا مؤاخذة، العتب على النظر، ما بحفظش أسامي. شكله إيه خالد ده؟ بلدي ولا فندي؟ لا هو أفندي، لابس بنطلون أسود وقميص رصاصي. وأسمر؟ أيوه مظبوط، دخل جوه من شوية. هتستنيه ولا هتحصليه؟ لا هحصله. في المخصوص. الاستاذ جوه بس ممنوع دخول الحريم. احنا ما نحبش الغلط. بس منك لو كل واحد الحليب اللي فيه. خالد. خالد.
فوق يا خالد قوم. قوم يا خالد قوم. حاضر هاخدك عندهم، تعال بس قوم. شطة جميل. ألف مولع عليك على فين يا الدلعات؟ احنا خارجين خلاص. ليه هو دخول الحمام زي خروجه؟ الخروج من هنا. قول لك لابس ده جميل. انزل 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 انزل. ما تمسكش الباب يا خالد. يا عبد الستار تعال معايا. يا ساتر هو كان فين ده؟ امسك كويس. حاضر امسك يا معلم. خلي بالك. حاضر امسك يا معلم. دخلوه جوه هغير هدومي واحصلكم. حصل له ايه يا دكتور؟ ما تسيبوهوش بس ما تسيبوهوش. أنا مش هحتاج لحد النهاردة، متشكرة قوي. أنا هفضل لوحدي. طب خدي بالك من نفسك، إحنا جنبك لو احتاجتي لأي حاجة. بس لاحظي إن تأثير حقنة المورفين اللي خدها هناك هتنتهي بعد شوية، منعرفش ممكن يعمل إيه. عارفة، ودي آخر حقنة هياخدها في حياته. هتستحملي؟ وهو كمان. لو عاوزاني اقعد في المستشفى اديني حقنة مورفين. أنا واحدة. لا، من دلوقتي ممنوع عليك أي حقنة. هتتعود تبطل الحاجات دي، هتتعب لكن هتبطل. حاولت قبل كده وما قدرتش. انت ما حاولتش، انت استسلمت عشان ده كان الحل السهل. أرجوك أنا بتعذب. مهما كان عذابك يا خالد مش ده الحل. مش الحل انك تموت نفسك او تتحول لمدمن او يتقبض عليك. تعبان. جسمي متنفض. ريقي ناشف. هجيب لك ميه وهجيب لك اكل كمان. بسرعة أرجوك. أنت
المي. كده؟ طب لا مية ولا أكل ولا حقن ولا أي حاجة خالص. من النهاردة إحنا الاتنين مسجونين سوا في الأوضة دي، واللي حصل مع سعاد مش هيحصل معايا أنا. دكتور فتحي، أنا خايفة على ليلى، دي حبسة نفسها وياه في أوضته طول عمرها. عنيدة سجلتي؟ ليلى اتغيرت من يوم رجوع الدكتور سامي ومراته، وفي حاجه في ليلى اتغيرت. ليلى عايزه تثبت لنا انها قويه ومتماسكه وان المستشفى كل حياتها، لكن مفيش حاجه ممكن تعوض الحب. الا حب تاني. هو الدكتور احمد هيرجع امتى؟ في واحد جاي بيسال عن الباشمهندس خالد، اقول له ايه؟ عليه اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا زميل باشمهندس خالد في الورشه، وجاي ازور اطمن عليه. هو كويس بس زياره ممنوعه. طيب الحاجه دي اقدر اسيبها فين يا فندم؟ شكرا طبعا. شكرا. مع السلامه. ايه بقى، انتوا مش هتنزلوا ميه ولا ايه؟ هنشطب البيت وهننزل وراك على طول. انتوا حرين، انا هنزل لوحدي بقى. افتح الباب، افتح الباب من هنا، من هنا. ايوه. هوبا. يا ماما ايه؟ هوبا. هوبا. تموت ليه؟ مش حد تاني ليه؟ ليه مش انتي؟ كان ممكن ابقى انا، بس مش ده المهم. امال ايه المهم؟ المهم انت عايش. كان لازم اموت معاهم، كان لازم اموت معاهم، كان لازم اموت، كان لازم اموت، كان لازم اموت. ايوه الفطار. مفتاح تحتيك ورا الباب. اي خدمة تانية يا دكتورة؟ لا لا متشكرة قوي. سك الباب بقى وادي المفتاح للدكتورة سعاد. حاضر. يلا يا خالد تعالى. كله استريحي شوية وتغسلي وشك وتاكلي يومها. أنا كده كويسة وهفطر معاك. يلا سيدي. خايف اتعود عليه. تكتر على نفسك؟ مش متصور ان
خالد ابن عبد الحميد افندي قعد مع الدكتوره ليلى بنت دكتور احمد حليم. طب ذاكر بقى، بابي جاي وهيشوفنا بنذاكر ولا لا. بصراحه ليلى انا حاسس ان انا ما خلقتش عشان اكون دكتور. امال تبقى ايه؟ صحيح، قول لنا بقى هتبقى ايه؟ خليك قاعد، خليك قاعد. صراحة يا فندم أنا حاسس يعني إن أنا ممكن أكون مهندس ميكانيكي أحسن يعني. أنا آسف جدا. حضرتك تتفضل وتروح تقول لوالدك الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده علشان يكسر لك راسك. افتحوا الباب، افتحوا الباب. خالد، أنت عايزة تثبتي إيه؟ عاوز أكسبك لنفسك. أنا مش عايز. أنت حتى ما تقدرش تعرف أنت مين. أنا مجرم، مجرم، قتلت مراتي وأمي. افتحوا الباب. خالد، خالد، أصعب فترة عدت يا خالد. تحمل يوم واحد، يوم واحد بس يا خالد. افتحوا الباب. افتحوا الباب. محدش هيسأل فيك، أنا بس اللي أقدر أندهلهم وأخليهم يفتحوا. هقتلك، هقتلك زي ما قتلتها. أنت ما تقدرش تقتل حد. إيمان ماتت في حادثة. لا 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 لا. شايف؟ أدي إيدك المشلولة. شايف سليمة إزاي؟ شايف ممكن تعمل إيه؟ دي أقل حاجة أقدر أقدمها لصلاح. خالد، أنا مش عارف إزاي، مش عارف إزاي في لحظة كرهتك وكان ممكن حتى أكلمك. ليلى سامحيني. اللي بيكره نفسه يا خالد بيكره الدنيا كلها، ممكن يعمل أي حاجة، وأنا ما عملتش أكتر من إني صالحتك على نفسي. أنا مش متصور إزاي ممكن أخرج من البوابة دي. أنا مش ممكن أسيب المستشفى ده. ليلى، أنا حاسس بالأمان معاكي. مش متصور إن في شهرين عدوا كده. أنت لازم تخرج للدنيا وللناس اللي مستنيين رجوعك. أنا ماليش حد في الدنيا. ماليش حد غيرك. دكتورة ليلى، أنا عايز أتكلم معاك. أفندم، أنا راجع المستشفى تاني. سلامتك. لا أنا مش عيان، مراتي سافرت يا ليلى. يا سلام، بالسرعة دي؟ أنا عرفت قيمتك يا ليلى. وأنا كمان عرفت قيمة نفسي. دكتور سامي، أنا عايز أقولك إن في الحياة حاجات كتير قوي أهم عندي من راجل خاين. كده؟ يبقى حافظي على نفسك وما تغلطيش الغلطة دي تاني، لا معايا ولا مع حد تاني. Thank you.
اتاخرت عليك، بس كان لازم. انا اسف، ما قدرتش امنع نفسي اني اسمع جزء من الكلام. قلت لنفسي من حقي اعرف كل حاجه عنك زي ما انت عرفت كل حاجه عني. ده كان جزء من الماضي خلاص وانتهى. بس هو اتحرك، لسه عايش، جه برجليه. لا يا خالد، مش كونه اتحرك وجه يبقى عايش. انا النهارده بس اتاكدت انه انتهى، انتهى من حياتي ومات. انا اسف، خفت في لحظه ما ترجعيش، ما لقيتكيش قدامي تاني. حسيت زي ما راح مني اللي فات هيروح مني اللي جاي. تقصد ايه؟ انت؟ انا؟ ليلى، ليلى انا محتاج لك، محتاج لك اكتر من الاول، اكتر من اي لحظه. ما اقدرش ابعد عنك دلوقتي. بس انت خفيت خلاص يا خالد، وما تقدرش تفضل هنا على طول. لكن انت تقدري، تقدري تخرجي معايا. ارجوك ما تسيبنيش، محتاج لايديك، لعينيكي. انا اتولدت في العينين دول، عاوز انسى حصلي في حياتي، عاوز فرصه تانيه عشان اعيش من جديد. الدكتور احمد وصل وعاوزك يا دكتور. كده انا جاي. والسنه دي فوجئت ب 18 دوله مشتركه في المطار، فكنت احب ارجع قبل كده، بس فوجئت بانهم اختاروني رئيس شرف المطار. شيء نفتخر بيه، حضرتك تستحق اكتر من كده. شكرا. تاخروك علينا. طيب ايه اخبار المستشفى؟ عالي قوي، كل حاجه كويسه. وحاله خالد؟ ليلى هي اللي تابعت الحالة بعد سيادتك ما سافرت. ليلى؟ ضروري هي هتقولك كل حاجة بنفسها. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. دكتور سعاد، طلبية الأدوية الجديدة وصلت. أنا جاية معاك. عن إذنك يا فندم. الحمد لله على سلامتك. شكرا، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازيك؟ وحشتني قوي. انت كمان وحشتيني قوي. مفيش فايده فيكي، انت راسك ناشفه. برضو عالجتي خالد؟ قولي لي بقى، طمنيني، عملتي ايه وازاي الحال؟ عال، كل حاجه عال قوي. عال، احكي لي بقى، طمنيني. انتهت حاله الادمان. كويس جدا. ودلوقتي هو محتاج فتره نقاهه بسيطه. اكيد تعبتي معايا يا دكتوره قوي. فعلا. فاضل انه يخرج ويواجه الدنيا اللي كان هربان منها. بدري بدري. هما مكانين، لو قدر ان هو يواجههم تاني هيسترد نفسه وهيرجع خالد بتاع زمان. الملاحات مكان الحادث، والشاليه اللي هو كان فيه مع مراته. لا لا بدري، بالشكل ده ممكن تضيعي كل المجهود اللي انت عملتيه. دول مكانين منتهى الخطوره بالنسبه له وبالنسبه لاي حد في الدنيا يكون وياه. انا هكون معاه. مين اللي بيقول كده؟ الدكتوره ليلى ولا ليلى؟ ليلى اللي عرفت خالد في يوم من الايام. خالد اللي الدنيا صدمته زي ما صدمتها. الحي بيتلاقى. خلي بالك يا ليلى، مش عاوزك تبقي مجرد حقنة مورفين بالنسبة لخالد. انتي نجحتي معاه هنا في المستشفى، ما تسيبيش الأرض دي دلوقتي وإلا اعتبري. واعرفي تمام إن خروجك معاه دلوقتي تحدي. لمين؟ جايز لنفسك، وغالبا لواحدة تانية. إيمان؟ ماتت. الموت إدى الإيمان حياة ما تنتهيش. خالد دلوقتي محتاج لممرضة مش لزوجة تانية. كده حضرتك بتجرحني؟ بالعكس، أنا بلحقك قبل ما تهربي بمريض وتعملي من قلبك مستشفى مجاني. ادينا الفرصة دي أرجوك، امدلنا إذن الخروج أرجوك. الإذن ده أخطر من أي حاجة حصل كان ممكن أمضيه لو ما كنتيش بنتي. بنتك؟ ايوه، لكن اللي بتكلمك دلوقتي الدكتوره ليلى.
باشمهندس. ابو سيف منور. ازيك يا ابو سيف؟ اهلا يا باشمهندس. وحشني شاب. وحشنا يا باشمهندس. انا اسف يا سيد، انا كنت ما تقولش حاجه، اللي فات كان صعب علينا جدا يا باشمهندس. المهم انك بخير. الحمد لله. ازيك يا سيد؟ ازيك يا باشمهندس؟ الله يخليك. وحشانا سجايرك يا حلو. طمني يا ابو سيف. الله يخليك يا باشمهندس. ايه اخبار الورشه؟ الورشه عالي العالي، بنشتغل كمان في اللواري يا عم. برافو. امال ايه؟ ايه ده يا سيد؟ فضلت خيرك يا باشمهندس. لا خلي دلوقتي، مفيش خلي بينا وبين بعض ابدا. هو انا عملت ايه يعني؟ كام يوم وقفتهم؟ كام يوم؟ ده احنا دخلنا على سنه. متشكر قوي يا ابو سيد، انا مش عارف اقول لك ايه حقيقي. خالد، خالد. الدكتورة ليلى. سيد. اهلا وسهلا يا دكتور. سيد زميلي في الورشة. اهلا يا باشمهندس. ازيك يا فندم؟ خالد، الدكتور احمد كان عاوزك. تيجي معايا تشوف الدكتور احمد؟ لا، وبسلم لي عليه قوي، وبيشرفنا في الورشة يا فندم. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة سيد. خالد، انا عايزاك تلبس دي، خلي الدنيا تشوفك بعيون جديدة. يلا. ليه تتعبي نفسك كده؟ مين قال لك بقى اني تعبت؟ دكتور احمد، انا جاي اكلم حضرتك بخصوص الدكتورة ليلى. ما افتكرش هتقول لي حاجة ما اعرفهاش. المستشفيات فيها حكايات. حكاية المريضة اللي حبت الدكتور، وحكاية المريض اللي حب الدكتورة، ده شيء طبيعي، بس مش دايما بينتهي بجواز، وإلا كانت المستشفيات فضيت. لكن ليلى بالنسبة لي مش دكتورة عالجتني وبس، دي ليلى بالنسبة لي مش بنتي وبس. من يوم ما أمها ماتت وهي عندها 5 سنين، أنا كنت بالنسبة لها أبوها وأمها وأخوها وكل شيء. وأنت عارف يا خالد يا عبد الحميد، أنا محتاج لها، محتاج لها أوي يا دكتور أحمد. ليلى محتاجة لإنسان قوي يقف جنبها، مش إنسان ضعيف يتخلى عنها لتاني مرة. عارف، مستعد أعوض لها عن كل حاجة. ما تستعجلش بالوعود، السعادة شيء مش سهل، السعادة لازم تحارب عشانها، ولازم تحارب نفسك أولا. عندك استعداد؟ أيوه أيوه يا دكتور أحمد. أرجوك أرجوك ادينا الفرصة دي. الفرصة جايز تكون معاك، وجايز ايضا تكون ضدك. لما جيت هنا ما كنتش متصور اني هخرج، هخرج مع احلى انسانه في الدنيا، معاك يا ليلى. طب يلا بينا بقى. عمري ما شفتك كده. ليلى عايزة تثبت لنفسها حاجة. اديها الفرصة. اديها الفرصة.
اديها الفرصه تدفع ثمن غالي. وللمره الثانيه يا سعاد. ليلى كبرت يا احمد. يا دكتور احمد. وكبرت اكتر في اليومين اللي فاتوا وانت مسافر. خليها تختار حياتها. مش مع خالد يا سعاد. خالد في انسانه عايشه في دمه وهتفضل عايشه. لو عايز حقيقي تساعده هتساعده وتساعدها. اساعدها؟ ايوه تساعدها. انا من بعد موت امها وانا عايش حياتي كلها علشانها يا سعاد. فاهمه ده معناه ايه؟ فاهمه. بس الابوه زي الامومه. الحب الوحيد اللي تدي فيه وما تاخدش. ليلى من حقها تحب. وانت انت كمان من حقك تحب وتبقى لك حياتك. اطمن. ليلى النهارده بتتولد من جديد. تتولد بعيد عني عن ابوها يا سعاد؟ عشان تعيش حياتك. وجايز عشان تديك الفرصه تعيش حياتك وتبص من جديد حواليك. اتفضلي. انت كويس دلوقتي؟ انا بحسب نفسي. بس انت اللي تلاقي كتابتي. انا عال جدا بس محتاجه دقيقه واحده اسرح فيها شعري عشان حاسه اني عامله زي امنا الغولة. هي امنا الغولة كانت حلوه كده؟ انا ما كنتش عارف. اديك عرفت. ما تنساش الشاي. اتفضل يا سي حمادة. ادي الشوكولاتة. اكبر شوكولاتة في الريست كله. اوبا. حمادة كبر يا خال. السنين بتجري يا روحي. فاكرة البت الغنية اللي كانت كل يوم تيجي عاملة بعربيتها حاجة؟ يا الدبرياج مفكوك، يا الفرامل السايبة، يا البطارية مبلعها. وانت عمرك ما خدت بالك ان العربية كانت مش محتاجة لتصليح واني كنت باجي لك مخصوص. بس انت مش ندمان على اللي حصل. انت خسرت ناس كتير وحاجات كتير. وكسبتك انت وده المهم. سمعت يا حمادة؟ ماما كذبت ايه؟ كذب بابا. ايه؟ كذب بابا. يا روح. باش مهندس خالد. حميد اهلا وسهلا. ازيك انت يا راجل؟ عاش من شافك. حاولت اتصل بيك اكتر من مره بعد الحادثه مفيش فايده. ما عرفتش. شكرا. البقيه في حياتك. شكرا. البقيه في حياتك. في حياتك. الله يرحمها كانت انسانه بصحيح. ربنا يصبرك. انما قول لي هما ماتوا في السكه كده على طول ولا في المستشفى؟ عن اذنكم. يلا بينا. ايه؟ مش هنشرب الشاي ولا ايه؟ مفيش وقت. مفيش وقت ولا عشان الناس اللي سلموا عليك دلوقتي؟ خالد مفيش داعي تهرب. انا ما هربتش. ليلى انا اسف. كانوا يعرفوكوا مش كده؟ ايوه. خالد انا عارفه انه صعب انك تفتكر حاجه عاوز تنساها. وجايز بحسدك ان كان في حياتك واحدة حبيتها لدرجة العذاب اللي انا شايفاه ده. ليه بتقولي الكلام ده دلوقتي؟ علشان زي ما انت عارف كان في انسان في حياتي حبيته حبك لإيمان بالظبط. ما كنتش افتكر انه ممكن يستغنى عني او استغنى عنه. ومات قدام عينيا وهو نازل من الطيارة مع واحدة تانية. ومات مرة تانية جوايا لما حب يرجع الماضي تاني. ليلى اطلبي اي حاجه وانا مستعد اعملها لك. حتى لو كانت تعذبك او تعذبني. ايوه. عاوزه اتاكد منك ومن نفسي. ومش هقدر اتاكد واسكت الخوف اللي جوايا الا في الشاليه بتاعكوا في العجمي.
انا عارفه ان في حاجه بتشدك وبترجعك ليه تاني، وعاوزاك ترجع له وانا معاك. طيب يا دكتور فتحي، يا ريت ترجع لي تاني بعد ما تجيب لي تحاليل. حاضر يا دكتور. شكرا. دكتور احمد. أفهم. ازاز الاجزخانه مكسور وفي علبه مورفين كامله اتسرقت. من امتى؟ النهارده بعد النبطشيه ما اروح. انت متاكده؟ ايوه، انا راجعت الكميه بنفسي. يبقى ما فيش غيره. هتعمل ايه يا دكتور؟ هطلب البوليس طبعا. ما تنساش ان خالد مريض. وما تنسيش ان خالد سرق المورفين. وسرق بنتي قبل كده. هستنى ايه تاني يا سعاد؟ لا بقى، دي شغلتي انا. هو الحمام منين؟ الحمام في على ايدك اليمين. Thank you.
عدلنا جنب العربية تيجي معاها البحر. أكيد عربية معاها البحر. طب يا أخي أنت معطلنا يا أخي. معطلنا يا أخي. معطلنا. إيه؟ والله لو أخي إيه بقى؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ معطلين؟ يلا يلا قدامي على بره يلا يلا أجيب لك سنارتك. يلا. سنارتك؟ يلا. الولد ايه معايا اتنين عيال. الله واحد وهم. ادي بقى سيدي كبير قوي. هو ده هداكم النهارده ما فيش غيره. ايه رايك بقى في الحوت الكبير اللي احنا اصطدناه؟ ايه رايك؟ حوت كبير. ده حوت كبير؟ اديني الضوء بقى. طب انا ايه هاخد دي يعني الراس دي؟ نخلي الشمس تدخل بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ ايه؟ ماما. ماما حلو كده؟ حلو. ماما حلو. يا ترى إيمان بنت شكلها إيه؟ حمد أنام؟ إلا نام، ده ما سابنيش إلا ما حكيت له حكاية علي بابا والواحد واربعين حرام. واحد واربعين؟ والزيادة ده جه منين بقى؟ ما أنا لما جيت حكيت له حكاية الأربعين حرامي ولقيته ما نامش فاضطريت أزود له واحد والبلوز بيطاردوا. حرام سائل عربية وجع لي دماغي. هو أيام علي بابا برضه كان في عربيات؟ بس لو ما تدويش على كل حاجة. بقولك ايه؟ عارفة عايز ايه؟ حاطفي النور. لا لا لا، بحب اشوفك. هتشوف فيا ايه تاني؟ يوه ياما. تعملي ايه يا عزيز؟ ادي انت جاي ليه؟ ها؟ تنفذ دي تنفذ دينا؟ ها؟ مفيش ننفص دي بقى. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ بابا الانجل على جزمه. بابا على الجزمه. خالد خالد تعرف اني جهد؟ انت بقى هات البيت وانا حوضة بالشاليه. ما تنساش كمان تجيب لنا باكو زبده وعيش. البقال قريب. طب افرض ما لقيتش عنده، مش تاخد العربيه احسن؟ طب تعالي معايا. معقول اتنين طوال عراض منهم افندي لابس بدله شيك نروح نشتري 10 بيضات؟ انت عايز البقال يقبض علينا؟ ادي البدله. طب يلا بقى. هيقدر يسوق العربية؟ هيواجه نفسه؟
يا زهر ما فيش فايدة. الو 36220. ايوه ثانية واحدة دكتور احمد. الو لقينا لحضرتك نمرة تليفون شالية يا فندم. ايوه ليلى اسمعيني كويس، في علبة مورفين اتسرقت، احنا كلنا شاكين في خالد، تيجي بيها وتيجي حالا. هقول لها تخلي بالها من نفسها. حاضر يا فاطمة. صباح الخير يا اسطى. صباح النور. عايز اروح عند الملحات منطقة الهيش اللي عند الكوبري، هديك اللي انت عايزه. 3 جنيه. موافق. الواحد في الزمان ده يا سعادة البيه ما يأمنش لحد خالص، وخصوصا زي خالد لو كان اخويا وخارج من المستشفى لازم افتشه، وخصوصا بتاع الصمت. ايه ده يا عبد الستار؟ انت مجروح؟ من ايه ده؟ ابدا ابدا يا سعادة البيه. ابدا ايه؟ ده جرح؟ من ايه؟ انا شايفك خارج من الاجزخانة، كنت بتعمل ايه جوه يا عبد الستار؟ انا لسه جاي يا سعادة البيه، مبارك حتى البواد. جاي منين يا عبد الستار؟ خرجت ورجعت يا سعادة البيه. خرجت ورحت فين يا عبد الستار؟ ابدا يا سعادة البيه، كنت بجيب حاجة كده. جيب حاجة كده؟ وديت المورفين فين يا ولد؟ ما اعرفش عنه حاجة يا سعادة. اتكلم! ارجوك بلاش، سيب الموضوع ده للبوليس. انت ناسي ان انا اللي بلغت البوليس واتهمت خالد؟ علبة المورفين هي الدليل الوحيد على براءته. الناس اللي زي دول خطر، انا خايف عليك يا دكتور احمد. ما تخافيش، طمني طمني. في واحد بره بيقول انه دايما طرف عبد الستار. غريبة، عبد الستار كان هنا وما قالش ان في حد حي من طرفه. طيب اخره شويه لغايه ما اتصل بعبد الستار اشوف ايه الحكايه. مفيش داعي حضرتك تطلب عبد الستار، انا هفهم حضرتك واقول لك على كل حاجه تحب تعرفها. هو في الحقيقه عبد الستار رجع في كلامه وعاوز علبه المورفين تاني. مورفين؟
مورفين ايه يا استاذ؟ ده هنا في محل محترم. ارجوك فهمني، انا دكتور احمد حليم، علبة المورفين اللي عندك دي عليها اسمي، اقدر حضرتك المسؤولية دي لو سمحت. يا استاذ ما عندناش حاجات زي دي، اتفضل اطلع بره احسن اطلب لك البوليس. بوليس؟ ما اعتقدش وجود البوليس هنا في مصلحة حضرتك، لكن لو حضرتك مصر اتفضل اطلبه. اطلب في البوليس. اتفضل. سيب المسدس. اقف. اقف. فين المورفين؟ ها؟ فين المورفين؟ مش فاكر. مش فاكر؟ أفكرك؟ فين المورفين؟ فين المورفين؟ هنا؟ لا لا أرجوك أرجوك. فين؟ كلم هنا. هقولك هقولك كلم حولك قول هنا. طبيب العنس احمد حليم كذاب وجبان. الحل الوحيد ان احنا نروح له. يلا بينا. يلا. دكتور احمد. أفل. اديني المفاتيح انا الحسن. لا معناها ارجوك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اللي هنا يا اللي هنا. أفندم مين حضرتك؟ أنت لمين؟ أنا عايزة الباشمهندس خالد. هو مش موجود يا مدام. مدام يا أختي مدام يا أدم عزك. أنا برضه لما لقيت الشبابيك مفتحة قلت مش معقول هو اللي هنا. هو حضرتك قريبته ولا هو اللي قريبي؟ انا قريبة خالد. اهلا وسهلا اتفضلي اتفضلي يا حلو. اول مرة اشوفك. شاليه مش موجود زيه في الحتة كلها. لكن قوليلي انت من مصر برضو؟ ايوه. هو لسه الباش مهندس خالد تعبان؟ ده انا سمعت انه تعبان قوي يا حصرة. اصله كان بيحبها، بيقولوا انها كانت حامل. انت سمعت الخبر ده؟ اخر مرة شفتهم خارجين من هنا يا قلبي تقوليش اللي عرسان جداد. كفاية كده انا مش فاضية عن اذنك. يا اختي براحتك، انا جاي اسأل على فلوسي. هاخدهم من مين؟ فلوسك؟ انت ما تعرفيش ان انا منيرة، منيرة صاحبة الشاليه. المين جنيه اللي دفعهم الباش مهندس خلصوا. طب وحياتك، انا جاني 100 زبون وكل اللي جالي طفشته عشان خاطر عيوني الباشمهندس،
وقلت لحد ما ربنا يشفيه وياخد بيده. عايزه كام؟ شهر شهرين عربون، وحياتك ده كل ده عشان خاطر البشمهندس. يا ستي عايزه كام؟ اللي تجيبيه والباقي بعدين. اتفضل. اهدى يا اختي، جيبي كمان 20. إيمان، 22 فبراير. اتفضلي يا ستي 20 جنيه. متشكرة يا ست إيمان. يوه لا مؤاخذة، معرفتش اسم الكريمة إيه؟ اسمي ليلى، الدكتورة ليلى حليم. وتفضلي بقى، مع السلامة. اتفضلي. يوه يا اختي ملهم. دكتور. نعم. لو سمحت عايز اي حاجه مهدئه. مهدئه؟ مهدئه زي ايه؟ خير ان شاء الله. ما فيش حاجه، بس اعصابي تعبانه شويه، ويا ريت بسرعه لو سمحت. حاضر. وحاجه معينه يعني؟ لا، يا ريت كمان كوبايه ميه. حاضر. على فين يا اخي؟ تعالى، انت مش ردت الدواء. فين الحقن؟ حقن؟ حقن ايه؟ هات حقن المورفين. مورفين ايه بتتكلمي عنه؟ حقن المورفين اللي انت سرقتها من المستشفى واحنا خارجين. أنا ما سرقتش حقن من المستشفى. كذاب! يا ليلى أنا ما كدبتش عليك. كذاب! كدبت عليا زي ما كدبت على نفسك. ده مش صحيح. كذاب! فين حقن المورفين؟ ما خدتهاش. كذاب! 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 اهلا بيك، ممكن تسلفني الموتوسيكل بتاعك؟ بس ما تتاخرش عليا، هرجع لك على طول. Thank you.
اقولك حاجه. طيب حاسب حاسب بقف يا ليلى، ارجوك توقفي. ما خدتش المورفين صدقيني، ما خدتوش. فضلك توقفي. اقف يا ليلى، ارجوك توقفي. انا ما خدتش المورفين. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ ليه؟ ليلى سعاد، دي عربية ليلى، اقف يا سعاد. ليلى ليلى، مالك مالك يا بنتي؟ بابي تعالي تعالي. مالك؟ انا ما خدتش المورفين. انت بريك. انا ما خدتش المورفين يا دكتور احمد، انا ما خدتش المورفين. انا عرفت يا خالد، انا جاي اطمن عليك. طمن يا دكتور احمد، هنفضل بخير على طول. يلا بالسلامه، انتوا روحوا. سعاد، تفتكري انت تعرفي تلعبي طاوله؟ اتعلم. وانا كمان. اتفضلي. تعذبنا كتير يا ليلى. الحياه ما بتديش حب تاني بسهوله ابدا. أنا اللي حاسبك. ونخرج من ملاحات.